رحلتنا التي نحمل بين أطيائها العديد من البرامج التي نتمنى. وبعد حضورنا الكريم أيها السادة والسيدات نحييكم تحية الإسلام. هاتين الشجرتين من فوائد عظيمة تكاتفت. نحن ندعو أهلنا وناسنا والشباب الآن الخيرين اللي قايمين على المهرجان يجب زراعة مزارع كاملة للنخيل. والذي يقام في دورته الثانية تحت إشراف باسقات لها طلع النضيد. يقام هذا المهرجان أو المعرض في دورته الثانية بمقر جمعية الغريفة الزراعية، والذي نبتدي اليوم به في ليحتضن كبار المزارعين المهتمين بأشجار النخيل والزيتون. ويهدف هذا المعرض للتعرف الجيل القادم واللي هو الحاضر على هذه الشجرة والاعتناء بها، خصوصا الزيتون. الآن لنا مشوار طويل، والآن توجد أكثر من نصف مليون شجرة زيتون مروية، لكن تحتاج لعناية خاصة لمعاصر للزيتون. أنواع، سبع أنواع من النوع من أنواع التمور الجيدة الحقيقة الممتازة، وثمانها بالنسبة للبيع ثمان متناول في متناول الناس يعني، والحمد لله ركبي. بس نحتاجه في التمور، التمر يبي شوية اهتمام، والاهتمام من الزراعة ناقص، ومننا نحن شوي ناقص الحقيقة. نحتاج كيف تقص التمرة، كيف ترقل النخلة، كيف هذا الحقيقة نحتاجوه. وكمواطن عادي ما يقدر يديرها بروحه الحقيقة، لأن رافعاته يبي شنو اسمه. ونتمنى أن الدولة أن تهتم بهالبرنامج هذا إن شاء الله يا رب. Come on, this.